طيب، هل المجتمع الأمريكي فعلا بتحكمه المادة والفلوس أكتر من العاطفة زي ما بيتقال يعني دايما؟ الحقيقة أستاذة دينا، خليني أقول لحضرتك إن دايما المجتمع الإنتاجي ده أكبر اقتصاد في العالم، ده تقريبا حجم الاقتصاد الأمريكي 27 تريليون دولار، ده يعني تقريبا ربع اقتصاد العالم موجود في الولايات المتحدة الأمريكية. الفكرة إنه ده مجتمع منتج ومجتمع مستهلك، وبالتالي طول الوقت كل واحد بيدور على السكسس ستوري بتاعته، ان هو ينجح بالطريقه بتاعته، ينجح بايا كانت المهنه بتاعته هو بيحترمها، ودايما في تطوير ادوات حتى حرفه او مهنه ايا كانت ايه هي، هو طول الوقت المجتمع ده بيشتغل على فكره التطور المستمر. والحقيقه ده ناتج على ان انصهار زي ما قلت لحضرتك ان كل المهاجرين من كل دول العالم ومن كل ثقافات بتبتدي تتعامل مع بعضها، وبالتالي الاحتكاك بين الثقافات وثقافات مختلفه وافكار مختلفه، مجتمعات مختلفه، شرق وغرب، شمال وجنوب، دي كلها لما تيجي في مجتمع كامل يبتدي يتعامل مع بعضه ويبتدي يتفاعل مع بعضه. الفكره ان الماده موجوده، الفكرة الشرائح المجتمعية ما بين أغنياء وطبقة متوسطة وفقراء موجودة، ولكن التفاعل ده بيعمل حراك للأفضل، وده بينعكس كمان على إن حالة التطور التكنولوجي المستمر، حالة التطور الاقتصادي المستمر، رغم طبعا الأربع سنين اللي فاتت دول أزمات اقتصادية وأزمات دولية متعاقبة بتأثر طبعا على كل الاقتصادات الكبيرة ومنها الاقتصاد الأمريكي، ولكن كل واحد فكرة الامبروفينج الخاصة بالسكيلز أو تطور أو تطوير المهارات طول الوقت ده أنا بشوفها ملمح مهم جدا من حياة المجتمع الأمريكي، إن هو بيشتغل على أي مهنة أو أي حرفة بينتمي ليها أي مواطن أمريكي، إن هو دايما يبقى عنده الأفضل، لأن هو المجتمع بيدفع لكده طبعاً. فكرة الحراك والتفاعل المستمر ما بين الناس وبعضها وما بين الثقافات وبعضها وما بين كل الأشكال وكل العرقيات اللي موجودة في المجتمع الأمريكي بتخليه طول الوقت في الحراك المستمر وتطور مستمر، وده بتنعكس على إن مش المادة بقى هو الأساس، ولكن فكرة إن كل واحد بيدور سرعة على حركة الزمن، يعني بيدور على فكرة إن يحسن دخله إزاي، إن يكون في quality of life أو جودة حياة أفضل إزاي، الأجيال اللي جاية أو ولاده يبتدي يعلمهم أحسن منه. ففكرة الحراك والتطور المستمر ده ملمح مهم جدا من حياة المجتمع الأمريكي.